بحضور كافة قيادات حزب حماة الوطن من الأمانة المركزية بالقاهرة وبحضور قيادات المحافظة، تم تنظيم مؤتمر جماهيري يضم الآلاف من أهالي محافظة الإسكندرية تدعيما للسيد عبد الفتاح السيسي كمرشح رئاسي لمدة 6 سنوات قادمة. هذا اليوم ومن هذا المكان من محافظة الأسكندرية العريقة نجدد الثقة في السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة لاستكمال مسيرة العطاء والبناء لبناء الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أشكر بصفتي رئيس الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وأعضاء هيئة مكتب الحملة حزب حماة الوطن على تنظيم هذه الفعالية الحاشدة. يعني حقيقي أنا متفاجئ من الأعداد اللي أنا شايفها، بارك الله فيكم جميعا. وحابب أقول إن محافظة اسكندرية هي أول محافظة إحنا نزورها خارج نشاطنا برا القاهرة. إن قرار الحزب باختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة وللوصول بمصر إلى ما تصبو إليه من أمال وطموحات، جاء قرار استجابة لإجماع آراء كافة قواعد الحزبية الشعبية والتنظيمية وعن اقتناع تام بما حققه هذا القائد لوطني وشعبي. نعدد إنجازات السيد الرئيس لن يكفينا شهور للحديث عنها، يكفي إن احنا على مدار 3 أيام في حكاية وطن لم نكن نستطيع أن نستعرض نصف إنجازات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي. خليني أقول لكم شباب مصر إن الجمهورية الجديدة هي جمهورية الشباب بامتياز، ولكل شباب مصر الحقيقة فرصة تاريخية في ظل اهتمام مباشر شفناه وبنشوفه يوميا أولاه فخامة الرئيس خلال السنوات الماضية للشباب. وده مش كلام مرسل الحقيقة، ده كلام بنشوفه رؤى العين يوميا. كل ما افتكر اللي حصل في 30/6 من إنقاذ هذه الدولة وإعادتها إلى مسارها الصحيح، أقول أن الراجل ده يستحق ويستحق إن احنا نقول له شكرا على هذا الحدث، لأن كان زماننا في هذا الوقت في دولة مدمرة مخربة. النهاردة بعد 30-40 سنة نادي الاتحاد السكندري يكون عنده نادي وفرع في سموحة ونعمل فرع ثالث في برج العرب، فأنا ولائي لإسكندرية ولكن ولائي كمان للراجل اللي هو خدم إسكندرية كلمة حق في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما بين الهتافات المؤيدة للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي وما بين من يحملون صوره وهم يحلمون باستكمال المشروعات الحالية وبمزيد من الإنجازات الجديدة، يستمر حزب حماة الوطن في فعالياته في كافة المحافظات تأييدا ومساندة للسيد عبد الفتاح السيسي.